من المقدمات وشرحوا لك ولاباس وتبارك الله عليك، ومن بعد تقول بلي عندك كيلو سكر تغدروا عرفتك سكر ما عمل السكر. زاد هذه استراتيجية الدولة، سكر يعملوا به ساسيات صغار يبيعوا الكيلو يبيعوا به ب 7000 ولا ب 9000. بلاد خير والسكر موجود. أول حاجة الزيت، فهمتني؟ تمشي كوش تاخذ البارفان سيني والزيت ما تاخذوش. كاو السكر ساعة لازمك تعمل لسان حلو وتعمل مقدمات وشرحوا لك ولاباس وتبارك الله عليك، ومن بعد تقول بلي عندك كيلو سكر تغدروا عرفتك بالكيلو سكر. تلقى ولا ما تلقاش؟ شوف أنت، وكان واحد تقبل كلامك فهمت وغزل لك بالكدات ويعطيك كيلو سكر، كان زايد من الاخر وما خذيتش من عنده برشا قضيه. مدام هم قالوا اللي تويك مع فقدان السكر برشا ولايات المقاهي سكرت، عندك درايه بيه الموضوع هذا ولا لا؟ لا ما عنديش درايه بيه. شنو وراك اي وريك معناها تو السكر يتقطع من البلاد، العباد باش باش تخدم؟ باش باش تخدم العباد خاصة تقريبا ما عندهاش باش، فهمت؟ بيان سور باش نوصل اكثر من هكا احنا باش نولي. ما عندناش فلوس. كيفاش ما عندناش فلوس؟ فلوس الدولة ما عندهاش فلوس. على خاطر الموارد كلها تجي من برا تو، والموارد المالية كله كما قال فيها حتى الأعصاب العاجلة النهضة. حتى الأعصاب العاجلة هيك. بي خويا في بعض الولايات فما مقاهي سكرت، السبب اللي هو فقدان مادة السكر. على خاطر سكر معمل السكر، كنا صدروا فيه ليبيا السكر. وسكر معمل السكر، وزاد هذه استراتيجية الدولة. دولة يعني حابة تحبوا يكسروا دولة في دولة. انت كمواطن شنو رسالتك او تعليقك عن الموضوع هذا؟ هذا يجب دولة توقف. دولة، رئيس الدولة يجب يوقف. يوقف على الدولة نتاعو. لما التسيب الموجود في البلاد كاملة. كل شيء تسيب. برشا حاجات ما ذماش فهمتي يعني، مش كيما قبل ما ذماش وكان الغلاء. تو بالنسبة للسكر يعملوا به ساسيات صغار يبيعوا الكيلو يبيعوا به ب 7000 ولا ب 9000. القهاوي يبيعوا به. مادام حكينا تويكا على القهاوي وحكينا على السكر، في بعض الولايات فما بعض المقاهي سكرت المقاهي نتاعها على خاطر فقدان مادة السكر، شنو هو تعليقك أنت في الموضوع؟ والله شو نقول لك، ما نعرفش وين ماشيين بها بنتي البلاد هذي، والله أنا ما نعرفش وين ماشيين بها، الكوها شيء حوها تعرف شنو هو بنتي؟ يا رسول الله واحد مش خاطر باش يعيش باش يعمل شوية سلطة يحب له 10000 فرنك. دبوزة زيت قد كيف فهمتي؟ أكل مدعم ب 8000 فرنك. ثلاثة مع تو وقت فلفل ب 4000 فرنك الكيلو، برشا فيه. ب 4000 بنتي كي. الطماطم ب 15100. البصل ب 15100. إي وين ماشيين بيها الدنيا؟ ما يرخص للناس خلي تتفرد خلي يخدر واحد باش يعيش. بلادنا بلاد خير والسكر موجود، وإن شاء الله حتى مشروع في تونس ما يسكر، ان شاء الله الناس الكل تخدم والناس الكل تصور قوتها، فهمتني؟ بلادنا بلاد خير، ما كانتش قبل هكا وقت بورقيبه وبن علي او السكر ما ذماش او السكر ما نعرفش شنو، ونحن يلزمنا نقصوا من ماكله السكر. أو انا واحد من الناس كي نمشي القهوه باش نعمل قهوه نشربها من غير سكر. علاش؟ خاطر كنت ناكل في السكر ياسر ياسر حتى لين ولا عندي مرض السكر. الناس ما تعرفش بدناتنا مش كيما بدنات ناس قبل باتنا وجدودنا والكل ياكلوا في الماكله الحيه وما يمرضوش بالسكر. توا نحن يعلم ربي بحالنا كيفاش ماكله السكر، والسكر بتاع توا مش كيما السكر قبل، فيه مدويات قويه ياسر يكون مرض السكر البشر. اللي ننصح به العباد ينقصوا من ماكله السكر.